فائق حسن رسام ونحات وفنان تشكيلي عراقي، تخرج من مدرسة الفنون الجميلة في فرنسا سنة 1938، ورجع للعراق وأسس فرع الرسم معهد الفنون الجميلة ببغداد، وساهم بشكل كبير بتأسيس المسرح العراقي. حياته الفنية عبارة عن تعبير عن الطبيعة اللي عاشها بواقعية فنية. وبعد القسم الثاني من القرن العشرين، فائق حسن صار ظاهرة متميزة جدا في سماء الفن العراقي، لأن هو يعتبر المؤسس الأول لفن الرسم بالعراق الحديث. توفى سنة 1992 في فرنسا، وطلب أن يتم حرق جثمانه وإرسال رماده حتى يدفن ببغداد.